notre université comprend deux campus. Un campus classique que nous appelons campus d'Armarès, qui comprend trois facultés, la faculté de lettres, la faculté des sciences et la faculté de droit, des sciences économiques. Et puis on a le deuxième campus, c'est le campus CEIS, où nous avons des établissements à accès limité, comme la faculté des sciences et techniques, l'école supérieure de technologie, l'école nationale des sciences appliquées, la faculté de médecine. سنة 2006 تم خلق مجموعة من المسالك الجديدة منها طبعا مسلك علوم الإعلام والتواصل الذي تحول الآن إلى شعبة قائمة الذات. أواخر التسعينات جات كلية الطب باش تكمل هذا العرض هذا وتغني ميدان التكوين في التعليم العالي في المغرب. لا فاك ديالنا إيكيبي بلابوغاتوار تجهيزات الطراز الرفيع مكتبات فيهم جميع الكتب اللي الطالب في كلية الطب ممكن يستعملها. كاين عندنا دي زونفي تياتر تري بيان اكيبي، دي زاكتيفيتي باراسكولار. زيادة على هذا الشيء كاين عندنا في ابتداء من السنة الثالثة تطبيق في المستشفى الجامعي بفاس، كلية الطب التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، معروفة من أحسن لي فاكولتي في المغرب. لونسينيمون كون نوفر ايسي او نيفو دو لا فاكولتي دو ميديسين il comporte deux grands volets, un enseignement magistral où sont groupés tous les étudiants au niveau de l'amphithéâtre. Le deuxième volet, il se passe bien sûr au niveau du laboratoire. حاليا في الكلية يتواجد عندنا تقريبا 10,000 طالب، ما يناهز 8,000 طالب في سلك الإجازة بما فيها الإجازات الأساسية والإجازات المهننة، وتقريبا 1000 طالب في سلك الدكتوراه والباقي في الماستر. وعندنا واحد المركز تكوين الدكتوراه كما قلت اللي فيه 1000 طالب، والابحاث اللي كتجرى في هذا المركز هذا هي ذات مستوى عالي. هذه الابحاث هذه تنشر في مجلات اللي عندها واحد كما كنسميوها حنا بالفرنسي ان فاكتور دامباكت، واحد التاثير على واحد الصيت عالمي كبير. الباحثين تيعملوا في اطار شراكات مع جميع الجامعات العالميه بما فيها الاوروبيه والامريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه ومن اسيا كذلك، في اليابان، في كوريا، في ماليزيا، في اندونيسيا، في الجميع عندنا شراكات متعدده توفر دبلومات وتوفر تكوينات تمكن خريجيها من ولوج سوق الشغل بطريقه اسهل بما نلاحظه في مجال التشغيل. الجامعه ديال فاس نهجت واحد الطريق لان باغا تشجع، وهذا هو التوجه ديال الوزاره، باغا تشجع البحث التطبيقي يعني لا ريشيرش ابليكي، وهذا مجال تتميز به المنطقه ديال التكنولوجيا بحال جميع المؤسسات الاخرى بحال لايف اس تي بحال المدرسه المهندسين، يعني اللي كيلجؤوا لواحد الميادين ديال البحث اللي عندها علاقه بسوق الشغل. الكليه كتوفر على 12 مسلك، اذا وهذا المسلك كتوزع على المجالات اللي فيه كبرى ثلاثه، عندنا مسالك العلوم، عندنا مسالك الاقتصاد والقانون، وعندنا مسالك في الاداب والتواصل. هذا المعهد هو منخرط في عده برامج، برامج بحث علمي صرف بالتعاون مع مراكز البحث العلميه بمستوى عالي في اجنبيه خصوصا فرنسا، وكذلك مع اسبانيا واليونان. من ضمن اهم هذه البرامج هو المشروع الاوروبي اللي كيدخل في البرنامج السابع للتعاون الاتحاد الاوروبي، واللي تسميناه ماب تورا، اللي كيعني ميدان نبات الطب العطريه في المجال الاوروبي للبحث العلمي. نشتغل في هذه الوحدة مع شراكة مع الوحدات الأخرى للمعهد، وكذلك في إطار شراكة وطنية وشراكة دولية لإيجاد أدوية طبيعية مستخلصة من النباتات الطبية والعطرية. Nous avons aussi créé la première cité d'innovation. Et donc cette cité d'innovation aujourd'hui s'est développée nettement. Et donc nous avons des perspectives de développement importantes de mettre de côté, côte à côte, nos laboratoires avec des entreprises. Et donc nous avons cherché à réunir autour des créneaux
porteurs comme l'agro-industrie, des laboratoires de l'agro-industrie avec les entreprises de l'agro-industrie de la région Fass-Moulmein. Il y a aussi les autres créneaux auxquels on s'attache et donc aussi nous cherchons à développer la culture de création d'entreprises au niveau des étudiants et de l'orient de notre université. ديال القطب الابتكار وذلك بخلق أربعة المقاولات اللي تم الخلق ديالهم من طرف الطلبة حاملين المشاريع الابتكار واللي غادي يتم الاحتضان ديالهم داخل القطب الابتكار. فقطب الابتكار ديال جامعة سيدي محمد بن عبد الله هو في الحق القطب الأول في الجامعات المغربية اللي تيشتغل. هناك ثلاث أقطاب غتكون في مدينة الدار البيضاء ومدينة مراكش والرباط وهما في طور الإنشاء. جامعة سيدي محمد بن عبد الله هذه الجامعة هذا العام اللي فات عطاتنا نقطة بداية نجاح للشباب. Mes études au niveau de l'université de Sidi Mohamed bin Abd Allah ont constitué pour moi un véritable tremplin. Surtout dans ma vie professionnelle. Donc c'était la formation, l'encadrement des professeurs et également leur encouragement qui m'ont incité à aller plus loin dans mes études. منخرطين في أكثر من برنامج وهذه البرامج هي كجسر ما بين المغرب والجانب الأوروبي بالنسبة للطلبة والأساتذة حيث يمكن أن نستقبل طلبة أجانب وكذلك طلبتنا يعني يستقبلون من طرف جامعات أجنبية. Je suis à l'ENCG de Fès pour suivre des matières qui ont des correspondances en Italie. J'avais eu déjà l'occasion de connaître Monsieur le Président pendant une conférence sur le statut avancé Maroc-Italie. Thanks to this project, Erasmus Mundus Al-Idrisi, it gave us the chance to come in Morocco, to study here, to meet this culture and to be part of this society. Plusieurs années que je suis donc à Fès, je peux changer de ville, et je pense que j'ai quand même aimé l'accueil qui a été réservé, surtout dans mon établissement, à l'UNCG. Donc l'université Sidi Mohamed Abdallah est aujourd'hui préside le 45e congrès des universités arabes et aussi préside le conseil exécutif des universités arabes. Donc notre place dans le monde arabe s'est beaucoup renforcée avec nos partenaires de Golfe arabe, du Maghreb et du Moyen-Orient. Il y a des tafaqiyat imma ma jami'at maghribiya ou jami'at ajnabiya ou ma muqawalat imkin tkoun maghribiya ou tkoun ajnabiya, yani ma kaynch farq li kayn huwa anna al-bahth yani li tqoum bi al-jami'a tatsajj' hadh al-buhuth li 'andha wahed al-hadaf ykoun ma'ana un partenaire industriel. The message today was that there's enormous value in connecting with other people, other ideas, other opportunities all over the world. I said that cities are important connecting places where we come together or where we get on transport mode to go visit other cities. Universities are also important connectors. They bring together people like me and my co-author. From Paris Dauphine. So universities are special kinds of connectors of special types of people, and they can help this region
become better connected to the world and take advantage of all of the world's opportunities. سيتم التعاون إن شاء الله على مستوى البحث العلمي وكذلك تبادل الخبرات في هذه الجامعة والجامعات في دولة الإمارات العربية المتحدة. هذه الجامعة جامعة عريقة لها تاريخ علمي مرموق، نرغب في التعاون معها لما لها من سمعة علمية ثقيلة محليا وعالميا. اتخاذ هذا الاسم وحمل الجامعة لهذا الاسم يجعلنا نتفائل بأن نشاطاتها ومؤتمراتها ستكون خيرا على المغرب والمغاربة. محمد بن عبد الله يعتبر من علماء المغرب الكبار، علاوة على أنه ملك الناس يتحدثون عنه على أنه ملك، ولكنهم لا يعرفون أن الرجل كان عالما من كبار العلماء وكان محدثا من كبار المحدثين. أولا تعتبر صرحا كبيرا من صروح المعرفة والفكر، وثانية أنها تقع إلى جانب جامعة القرويين التي نشأت فيها وكنت مدينا لها. أنني كنت أول متخرج أو الحاصل على الدكتوراه من هذه الجامعة، وإنها لسنة حميدة سنتها هذه الجامعة للتعريف بالأساتذة المتخرجين منها وما أكثرهم، وخاصة بإنتاجاتهم الثقافية، وهذا مما سيشجعهم على مزيد من العطاءات في جميع ميادين تخصصاتهم. فعلا الجامعة سيدي محمد عبد الله خدت على عاتق ديالها باش تنشأ واحد المتحف علمي اللي غادي يكون كيمثل واحد الواجهة ديال كيعبر فيها على لي ريشيس، على الغنى ديال الغنى الطبيعي ديال المغرب. نحاولوا نقربوه اولا للطلبه والاساتذه، وثانيا نعرفوا به للبوبليك اترافيغ الجامعه، نعرفوا به للبوبليك ماروكان. وهذه من اول اللقاءات اللي باش كنحاولوا نديروا لا ميدياتيزاسيون ونقربوا المشاهدين والناس اللي ما كيعرفوش شنو الجامعه كدير موازاه مع التعليم ومع البحث العلمي. احنا دابا كنحاولوا نطوروا البحث العلمي كخدوي كمنتوج اللي يتحول يتسوق كمتحف. الجامعه لحد الان بدات بالفكره ديال انشاء متحف علمي. المتحف العلمي بعد اول هدف ديالو هو انه يجمع بعض العينات اللي هي ذات قيمة علمية عالية وذات جودة وذات واللي هي مفقودة في الطبيعة. Nous avons donc un projet de développement, de construction, de mise à niveau et de création de nouveaux établissements. Les chantiers sont vraiment dans leur phase finale, sauf pour quelques-uns qui connaissent un certain retard, mais qui sera rattrapé prochainement. Donc vu le taux de croissance très rapide, et on peut dire qu'on est en face d'une croissance rapide du nombre des effectifs, et nous avons quand même un problème auquel nous nous attaquons, c'est le problème de concentration des étudiants. Nous voulons avoir
des effectifs maîtrisables au niveau des établissements. Vous avez dit un rêve, je crois que c'est un rêve qu'on peut réaliser. Et donc, on a commencé déjà à réaliser avec d'abord le choix du terrain, et puis avec maintenant on est sur les démarches de l'acquisition du terrain, qui est donc un terrain de 100 hectares, à moins de 10 km de la ville de Fès, avec un environnement, vraiment un cadre agréable. Et même ce terrain se limite par une rivière. Et donc cette rivière, nous comptons quand même l'exploiter, avoir un étang à l'intérieur de l'université. بالنسبه ليا كطالب في جامعه سيدي محمد بن عبد الله يعني تحت ليا بزاف ديال الفرص من ناحيه يعني الثقافه ويعني المسرح والموسيقى فكانت الجامعه كتساعد لا بالاشياء اللوجيستيكيه لا بالوقت لا بزاف ديال المسائل لذلك تنقول ان الطلبه كاملين انهم يقراو مزيان ويحاولوا انهم يبدعوا لان الجامعه تتيح لهاد الفرص لهاد الشباب بحال هكا وما يكون غير الخير ان شاء الله. طبعا انا كطالب موريتاني جيت الى المغرب من اجل الدراسه. المغرب قدم لي اضافه نوعيه في مجال البحث العلمي وفي مجال التكوين وفي مجال الاكاديمي في من خلال شعبتي ومن خلال الماستر فقه المعاملات الماليه في المذهب المالكي تعرفت على كثير من المعاملات المعاصره التي تجريها المصارف الاسلاميه ومدى موافقه هذه المعاملات للشريعه الاسلاميه. طبعا كذلك قدمت لي الجامعه يعني تكوينا في مجال يعني الإلقاء وفي يعني في مجال الثقافي وفي مجال الأكاديمي يتمثل في حضور الندوات وفي المشاركة في مختلف الفعاليات التي تكون موجودة في هذه الكلية. جامعة سيدي محمد بن عبد الله هذه الجامعة اللي مشهود بها على الصعيد الوطني بكفاءة ديال الأطر ديالها وأيضا بالوسائل العلمية والتكنولوجية اللي كتوفرها لنا وبالدرجة الأولى داكشي اللي تعلمنا تربويا قبل الجانب التعليمي لأن فعلا مهد للتربية والتكوين وهذه ماشي ما كنعتبروش هذا تفوق لأن الزملاء ديالي كاملين يستحقوا كل خير ونتمنى لهم إذا فرص الشغل بحجم المستوى ديالهم وما يتمنوا إن شاء الله.